ابن آدم فوق وريح المدام، ريح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداع والطنش والالتزام. ريح المدام، ريح المدام واسمع الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداع والطنش والالتزام. ريح المدام. هي نظرتها اللي صاحبة والأداء، هي تحكي في كل حاجة وانت لما تحكينا هي مية مية فل ست الكل والأحق. ريح المدام واسمع الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة وبيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداع والطنش والالتزام. ريح المدام. حبيبتي تتفرجي على ايه؟ يعني في فيلم عربي قديم انا بحبه قوي اسمه خزني بعاري. خزني؟ ده بتاع تامر خزني ولا ايه؟ لا ده بتاع سميره احمد، هو قديم شويه وكئيب. ده نكد سنه ده قوي 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 نكد. ايه ده معقوله يا حبيبتي؟ معقوله بتضحي باللي انت عايزاه علشان خاطري؟ عشانك انت يا نور عيني مستعده اضحي باي حاجه. ولا بهجت بنتها منيره. خير يا جلاب المصايب. داليا صحت مقشه. الشمع عيداني بيها الله يرحمه مخلف 4 جدعان، فكري وذكري وبكري وشكري، وزي ما انت شايفه معيشهم في عز النعيم محدش يحلم بيه، كل واحد فيهم مولود وبقه معلقه ذهب. ده غير بقى انه سايب لهم ورث كبير قوي. ورث كبير قوي؟ يعني حسبت قد ايه كده يا ام براغوتة؟ فلوس ملهاش اول من الاخر. يا خرابي يا عرابي. بس الورث ده بقى له حكايه انا مش عارفاها، بس مسيري هعرفها. ده انا ام براغوتة والاجر على الله. ماشي وتايه في الزحام قمت لابس في العمود، خريت دم 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 احمر لون عيونك يا بلدنا. صباح الخير يا فكري بيه. انت مين؟ انا الشغاله الجديده. شغلتنا يا شغلتنا يا اللي نورت لنا بيتنا، عارفه فين شايلين دقيقنا وعارفه فين حطينا زيتنا. ده متخلف. الله الله، ايه الشعر الجميل ده يا فكري بيه؟ انت اكيد مش شعراء المهجر صح؟ والله يا بنتي كان نفسي هاجر، بس عارفه الفيزا غاليه قد ايه، وكمان سبب تاني، جيفارا مات وكان يوم 3 في حادثة بوز في بوز قبل البوابات. جيفارا مات، جيفارا مات. يلا معلش، الله يرحمه يا بيه. ألف رحمة ونور تنزل عليه. بصي، هو مات من قبل ما تتولدي، بس أدائك عجبني، في شجن كده ومحن. حطي الفطار، ويا ريت بسرعة لما يخلص مني النهار. حطي الفطار، حطي الفطار. استني، خدي دول. كتير والله فكري بيه، والله باللزوم. اوعي مرة اسمعك بتقولي لي يا فكري بيه. عارفة ليه؟ لأن الرد المنطقي ألعب باليه، بس قلبي أنا حنين، ما تهونيش أنتِ عليه. ماشي يا بيه، ماشي. تكملة في هبلك. اوعي مرة تقولي لي فكري بيه، لأن الرد المنطقي ألعب باليه. بكري بيه، بكري بيه، بكري بيه. ايه ده؟ انت مين؟ روحي روحي روحي، اتاخرت عليهم قوي. ايوه يا زرطموني، انت فين؟ جاي عليا؟ ما انا باصص في التلسكوب اهو، مش شايف سفينتك. طب قلب نور كده علشان اشوفك. كفايه يا اخي، عمتني. ده انت بعيد قوي، قدامك 40 سنه ضوئيه. طيب اول ما توصل ابقى رنلي على رقم المجري. رقم المجري؟ دي رايحه منه خالص. يلا سلام. ايه ده؟ انت مين؟ انا الشغاله الجديده يا بيه. وعايزه ايه؟ جايبه لك الفطار. انا ما باكلش الاكل ده، أنا باكل رحيق ذري عشان يتناسب مع خلايا جسمي الأيونية في الجو لما أطلع الفضاء الملكوتي بعد 40 سنة ضوئية. فضاء ملكوتي ورحيق ذري؟ معلش يا بيه، أصل التلاجة ناقصها شوية جبن ورحيق فبعتنا نجيب، فقلت يعني أجيب لك الفطار ده تتصبر بيه. طب خلاص سيبيه دلوقتي وروحي أنتِ. ماشي يا بيه. استني استني. خدي دول علشان كتير والله، والله يا بيه ماليش ذوق. وما تخليش أم براغوتة تطلعي الفطار تاني، بيطلعيه أنتِ. ماشي يا بيه. يلا مع السلامة. بيه بيه الحق يا بيه، الزرطماني بيه وصل. يا ابن اللذينه، مواعيده مظبوطه قوي. يا زرطماني، قلتلكوا 100 مرة ما تحطوش زفت أكل جوه الأطباق. فين المهرجانات؟ نهار أسود، أنت بتاكل الكوباية؟ أتاريك مخلص على النيش كله. بقول لك إيه؟ قولي لأم بلغوتي تعدي على الراجل بتاع الإزاز، وتجيب لي إزاز 10 مللي مش 6، السد ده ما بيشبعنيش خالص. حاضر. تحب يا بيه اقول له يجيب لك الازاز المفاهم اللي هو العسل ده عشان تحل بيه؟ انا بيقلب لي بطني قوي. مسك كتير والله يا بيه، والله ماليش ذوق. كتير عليك. بقول لك ايه؟ وبتعالي كل يوم تطلع لي الاكل، انت ما بتطلعيش ولا ليله. ماشي. ماشي؟ بالهنا والشفا يا بيه. حبيبه قلبي. الكتبه السوداء دي اوضه نوم ولا محمد الصغير؟ انت مين؟ انت براغوتة بنت ام براغوتة؟ لا يا بيه، الشغاله الجديده. الشقه في ايه يا بيه؟ لا لا ايه يا بيه في ايه؟ انت وانت صغيره كانت خالتك بتشدك من شعرك، وانت كنت بتشتكي لمامتك بس ما كانتش بتصدقك. اه ده طلع هوبا هو كمان. اه يا بيه عرفت ازاي؟ شعرك هو اللي قال. شعري هو اللي قال لك؟ كده كده تحرجني مع الناس وتقول لهم كل اسراري كده؟ عارفه قال لي ايه كمان؟ قال ايه يا بيه؟ قال لي ان انت انسانه رقيقه قوي وحساسه جدا، وان انت نفسك الناس يحبوكي زي ما انت بتحبيهم. طب والله طمرت في العشره. عارفه انا بحب الشعر قد ايه؟ قد ايه يا بيه؟ بحبه لدرجه ان انا لو لقيته في الاكل ما بقرفش. عارفه بابا كان دايما يجيب لاخواتي لعب مسدسات، بس انا كان بيجيب لي باربي. كنت اول واحد اعمل لباربي قصه شعر مفيده شيحه وانا عندي سنتين. ياه، وانت عندك سنتين يا بيه؟ سنتين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ميرسي على الفطار. بالهنا والشفا. امسكي دي. ده كتير قوي يا بيه والله ماليه لزوم. مش عايزه ام براغوتة تجيب الفطار تاني، انت اللي تطلعيه. ماشي. ولو شعرك وقع في الاكل هاتيه عادي ما بقرفش. ماشي يا بيه. كتك القرف فيك وفي عفنتك. ندن. مالك يا بت زعلانه ليه؟ هي ام براغوتة العيله النتنه اللي انت جايبينها اشتغل عندهم دول، الا ما حد فيهم كلف خاطره واداني 5 جنيه حتى. بجد يا بت؟ وغلاوتك عندي، شكلهم ناس بخيله قوي. عماله اقول لكل واحد فيهم كل سنه وانت طيب يا بيه، تؤمرنيش بحاجه يا باشا، وهم البعضه مفيش دم. معلش تلاقيهم بس لسه مش واخدين عليكي، ده كل واحد فيهم ابوه شايل له شيء وشويات في البنك، ده غير الورث اللي هموت واعرف حكايته ايه. شكله ولا شفنا منهم لا ابيض ولا اسود. حكايه الورث دي بقى حكايه معقده سنه. فكري وبكري وذكري وشكري اللي داليا شغاله عندهم، ابوهم الشمعداني بيه سايب لهم وقف في اسكتلندا. المفروض ان المحامي الاسكتلندي بتاع ابوهم هيكون في مصر خلال 2 3 شهور. ايوه بس ده بيعقد الموضوع زياده يا بهجت. بالعكس يا السلطانيه. الشمعداني بيه الله يرحمه لما جالي مكتبي انا كمحامي وحكى لي عن موضوع الوقف اللي في اسكتلندا، حسيت ان الراجل ده عايز يجمعكم بعد ما ماتوا ما يفرقكمش، وحسيت ان هو عايز دايما يكون في منافسه بينكم على مين اللي هيكون افضل من التاني. الشمعداني بيه الله يرحمه كان راجل يحب يعمل الخير ويرميه في الزباله، وعشان كده حط شرط ان اللي يورثوا منكم لازم يبقى افضل واحد فيكم. افضل واحد في ايه بالظبط؟ افضل واحد في كل حاجه، وحضراتكم هتمضوا لي على اقرار بان اللي الناس هتشهد له وتحكم له انه الافضل هيبقى هو الوريث الوحيد للمرحوم. طب والورث ده كام بالظبط؟ نعم الورث كام بالظبط؟ الورث لا 100 200. اللهم صل على النبي. ده ثانية واحدة، هو علشان الله يرحمه كان غني قوي فالموضوع كان فيه فلوس كتير قوي قوي. هو طلع رقم طويل أنا مش عارف أقراه. رقم طويل فعلا. عارفه يا ام براغوتة انا ايه اكتر حاجه اكرهها؟ التطفل والحشريه ولا النميمه والكلام عن الناس، ربنا يبعدنا عنهم. هما بيقولوا ايه؟ اسكتي ده الموضوع طلع كبير قوي، ده الورث طلع مش هيتقسم عليهم هما ال4. يلا دع الخلق للخالق واحنا مالنا، امال هيعملوا ايه؟ يا وليه يا حشريه انا عمري ما اسمع كلمه واقولها، واحد بس هو اللي هياخده. وانت عرفتي الكلام ده ازاي؟ لا اله الا الله، انا مش لسه قايله لك ما بسمعش كلمه ونقلها؟ هما اللي لسه قايلين. يعني واحد مننا احنا ال4. الخمسه. 5 دي الحاجه الاخيره اللي لازم تعرفوها. والدكم كان بيحب يسافر اسكتلندا كتير جدا، وفي إحدى سفرياته اتعرف على واحدة، حبها واتجوزها. الواحدة دي كان اسمها تالي. تالي؟ يا جماعة استغربتوا كده ليه؟ اسكتلندية اسمها تالي، وأنا قلت لكم هناء. المهم خطبها. خطبها؟ هو في إيه يا جماعة؟ ما أعجب بيها خطبها، إيه المشكلة؟ خطبها وكتبوا كتابهم في مسجد الشرطة اللي هو في اسكتلندا، وفي ظرف أسبوع كانت مدام تالي حامل في شعبية. حامل؟ يعني انتوا استغربتوا من حامل وأمان بالنسبة لكم إنها بعد أسبوع حامل في شهرين؟ المهم مدام تالي خلفت توأم. إيه مش هتقولوا توأم؟ توأم. ووالدكم من كتر الفرحة حلف على الدكتور إنه ياخد من الولدة بتاعت مدام تالي. ويشاء العليم السميع سبحانك يا رب إن الطفل اللي ياخده الدكتور مات، والطفل اللي خدته مدام تالي عاش. عاش. يا لهوي يا مستهوي، دول طلعوا 5. يا حنتي يا زلومتي، هما مين دول؟ يا نمنا يا سهنة، ولاد الشمعداني يا وليه، ما تستعبطيش. يا حلاوة يا بقلاوة، دي الحكاية شكلها هتولع. يا سلام يا علام لو واحد فيهم يتجوزني. والله هفرح لك يا بت، بس ساعتها بقى ما تنسينيش. ادعيلي انت بس وانا احللك بقك. هتعملي لي ايه؟ هشغلك خدامة عندي. والله يا بت طول عمرك جدع، ربنا ينولك اللي في بالك. مدام تالي كبرت الطفل ده وفضلت تربيه وترعاه لحد ما بقى راجل ماله هدومه. والدكم طبعا صعبت عليه مدام تالي ومرضيش يمشيها، لان هي اللي ربت واللي سهرت واللي تعبت واللي شالت حمل جبال. لا 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 لا, لا عايز اكمل كلام، معلش. مدام تالي كانت موهوبه في صناعه السجاجيد اليدوي بالنول. والدكم قرر ان هو يستغل موهبتها، وبالفعل عمل لها اكبر مصنع سجاجيد اسكتلندي معروف جدا، اكبر مصنع دلوقتي في اسكتلندا اللي هو السجون الاسكتلنديون، اكيد انتوا عارفين. طبعا طبعا. ابنها اللي هو اخوكم الخامس، الراجل ده اشتغل حاجات كتيره جدا، بيفهم في كل المجالات، اقتصاد، طب، هندسه، كونكت فور، زراعه، فلاحه، سياحه، ملاحه، صناعه، صياعه. ولد ما جابتهوش ولاده. ايوه جابوا الدكتور اللي خد اخوه مات. بالظبط كده، لسه قايل لكم. أنا عايز أقول لكم إن الولد ده بيتعمل له 1000 حساب في اسكتلندا. طب والمعجزة ده نازل مصر إمتى؟ أنتوا حابين ينزل إمتى؟ دلوقتي. أخوكم الخامس والوريث الشرعي للسيد الوالد زيه زيكم بالظبط. رحبوا معايا بويليام ولس الشمعداني. I am ويليام الشمعداني. Brother of 4 brothers. Son of 1 mother. Son of 1 father. And I'm here. بهجت. الإنجليزي خلص. أنت أصلاً بتتكلم معاهم إنجليزي ليه؟ دول مصريين، ما تتكلم عربي عادي. ما تتكلمش انجليزي؟ لا ما تتكلمش انجليزي طبعا. امال انت مسميني ويليام ليه؟ ايه؟ مسميني ويليام ليه؟ هو اي حد اسكتلندي اسمه ويليام. لا هو اي حد جواهرجي اسمه ويليام. صح، عندك حق، فاتت عليا دي. سلطان والله العظيم ما مجامله، الجيبه هتاكل منك حته تحفه. لا ومريحه راحه يا لهبه بجد والله، في اللبس مريحه، الهوا من كل حته. طب احنا نخلص المرمه دي وبعد كده خروجاتنا كلها بجيب. جيب على تيشيرتات بيزك من فوق، حاجات كده، بلا جينز بقى، بلا تسلخات بتاع. زي ما انتم شايفين كده، اخوكم الاسكتلندي ولكن لبلب في اللغه العربيه، وده نتيجه ايه؟ والدته دايما كانت حريصه انها تبث اللغه الام فيه من وهو صغير، شربها له بالمعلقه، فرجته على كل الدراما المصريه المدبلجه. كيد النسا مدبلج، سجن النسا مدبلج اسكتلندي، زهره وازواجها الخمسه مدبلج، كل اعمال الفنان مصطفى شعبان مدبلجه اسكتلندي. لا هو عمل واحد بس اللي شفته. ما هي هي، انت اتفرجت على عمل كانك اتفرجت على كل اعمال مصطفى شعبان. بالاضافه لحرص والدته انها تعلمه اللغه العربيه في المركز الثقافي الروسي الاسكتلندي. دلوقتي آن الاوان علشان تتنافسوا انتوا الخمسه على مين افضل واحد فيكوا عشان يكون الوريث الوحيد للمرحوم الشمعداني. وده هينافسنا في ايه بقى؟ في الشعر ولا في الشعر ولا في علوم الفضاء ولا في ده؟ انا مش هنافسكوا في مجالي، انا هنافس كل واحد فيكوا في مجاله. مستعدين؟ I'm ready. اغضب يا ويليام. ها يا بت، ايه الاخبار؟ فضولي هيموتني يا خراشي يا نقراشي. ما خلاص بقى، اقول لك كفايه طريقه الكلام دي، انا زهقت. اخوهم الاجنبي وصلوا عايز يتحداهم. ده الموضوع كبر قوي. لا انا مش قادره استحمل، انا لازم اخرج واشوف الواد الاجنبي ده شكله ايه. يا بت راح فين؟ استنى. بيتك ومطرحك يا ويليام، مرمى في خير ابوك. تشرب ايه يا سيد الستات؟ انا هاخد واحد شاي نعناع سكر بره. ايه ويليام، اسكتلندا محرمات، خمور، اطلب كتير. اطلب خمره؟ طب هاخد واحد ويسكي نعناع سكر بره. من عينيا يا بيه، لو ما فيهاش حشريه مني بس. هو فوق الركبه طلع موضه تانيه؟ لا يا حبيبتي، ده الزي الرسمي للرجاله عندنا في اسكتلندا. زي رسمي للرجاله؟ طب لو ما فيهاش حشريه برضه مني، امال الستات بتلبس ايه يا بيه؟ الستات بتلبس ايه؟ الستات في اسكتلندا، الرجاله بيلبسوا جيب والستات ما بيلبسوش حاجه خالص، بيمشوا ملط. يا خرابي يا شرابي، الحمد لله يا اخويا ان احنا في مصر. ويليام، هي الستات بجد في اسكتلندا بيمشوا ملط؟ انا عايز اروح. عايز تروح يا بهجت؟ انا مش عرفني، انا عمري رحت اسكتلندا. نسيت خالص يا سلطان، اقسم بالله. يا ويليام نسيت، يا ويليام نسيت، يا ويليام. طيب، ها قد التحدي؟ قد التحدي قده مرتين. ايه؟ مرتين قد التحدي. قد التحدي، اختار اي ارض فضاء وانا جاهز. قد التحدي، هكون قد التحدي، هكون قد التحدي، هكون انا الوريث. جبتك هاخدها عندي واسيبك بالقميص. اغضب يا ويليام. ربنا يوفقك يا ذكري بيه. طب والله العظيم، والله العظيم انا حاسه ان انت اللي هتكسب التحدي وتاخد الورث. دلعه قوي الخشبه دي. ميرسي يا سكر. بس اوعى يا بيه تيجي ناحيه الحيله للتيفال، احسن لما بتتجرح بتبوظ. تيفال؟ مش من اهتماماتي يا ماما. روق اعصابك، روق اعصابك. معلش معلش. اتفضل يا بيه. بدأتي تفهميني. ابو شكلك متخلف. ايه؟ شكلك متخوف، متخوف. اوعى يا بيه تبقى متخوف وانت بتبرزه، اوعى. تخافي عليا؟ طبعا يا بيه. ما تقلقيش، انا جاهز قوي. بس بقول لك ايه؟ لما تاخد الورث بقى مش هوصيك، ما تنسانيش في كام الف جنيه كده قبل ما تاكل الفلوس وتخلصها. مفهوم مفهوم. ولو عايز جواز انا برضو ماشي، ما عنديش مانع. جواز؟ دلوقتي انت هتلاعب خصم قوي. احنا قدام واحد بياكل ازاز، معادن، اخشاب، بطاطس. فاحنا هنبدأ بأول تمرين، الباتون ساليه. يا راجل يا مفتري، باتون ساليه كده خبط لزق. انت قدام خصم قوي. اغضب يا ويليام. ايوه بس دي صلدة جدا، انت اصلب منها. على الله، بسم الله. عاش. عاش. احسن. ها، ألم رهيب. كمل تمرينتك. احسن احسن، تمام. الليفل اللي بعده اصعب سنه، باتون ساليه برضو بس واخد شكل. ايوه بس اتعود على الاولانيه الاول، بعد كده اكل الثانيه. طالما عملت اللي فات هتقدر تعمل دي. على الله. اغضب يا ويليام. بسم الله. معلش. عاش. 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 احسن. لا لا، دي موت دي موت. كمل كمل. انتوا بتعملوا ايه؟ مكسرات؟ ده انا لسه سايبه اخوك في اوضته بيزلط سلك المواعين جوه. طب ما تخضيهوش، بتقولي له كده ليه طيب؟ الله، هو احنا هنوصل لسلك المواعين على طول؟ ما لازم نعدي بليفلز. ده لسه في سلاكه الحوض ولسه في لبسه الجزم. لو سمحتي ما تخضيهوش. التمرينه اللي جايه انا عارف انها صعبه، قشره اللوزه. لا قشره اللوز، انت كده بتاذيني على فكره يا ابني. عالم المكسرات اليوناني بندقيانوس قال ايه؟ قال لك اياك ان تخشى قشره اللوز، تعامل معها كأنها يسرى اللوزي، ما تخافش منها. أنا مش هخاف منها. أنا مش خايف منك. أنت مش لوزة. أنت يسرى اللوزة. أنت مش لوزة. أنت يسرى اللوزة. عاش. بسم الله ما شاء الله. لا ده احنا نجيب سلك المواعين بقى. لا بص بقى يا ويليام بيه، أنت خلاص بعد ما أكلت اللوزة أنا اتأكدت إن أنت اللي هتكسب. فأكيد يعني أنت لما هتكسب مش هتستخسر فيها كام 100,000 جنيه؟ طبعًا. ولو عايز عروسة، عايز خدامة، أنا برضو تحت الطلب. ممكن بقى ما تعطلناش وتروحي تجيبي سلك المواعين؟ حاضر. التمرين الأصعب، عين الجمل. عين جمل؟ أنت عايز تموتنا بهجت؟ خصمك قوي. اغضب يا ويليام. طيب ناخد ريست وبعدين ناكل عين الجمل؟ ماشي. بكم اعزائي المشاهدين مع الغرائب والطرائف والروائع والعجائب. بنلف نجيبها لكم من كل حته في العالم، مع النكته، مع القفشه، مع الابتسامه، مع تحيات يسري غرابه وجلال علام. مسابقتنا النهارده بعنوان الجوله الفارقه في القوه الخارقه. المسابقه عباره عن 3 جولات، يا ترى مين من الخوارق النهارده اللي هيفوز؟ النهارده مش معانا خارق، معانا خارقين. خلينا نتعرف بالخارق الاول، وهو المتسابق ويليام الشمهداني. ذكري الشمعداني. قبل ما نبدأ مسابقتنا خلونا نرحب بخبير قوة الاحتمال ابو عضل السوري. شكرا سيد بهجت. قبل ما ارحب بالحضور بدي اقول لك ان عندنا مطعم شاورما هون بيعمل شاورما لحمه وجاج بتعقد يا زلمه، عليها توميه لا ابو عضل، اجل اعلان عن المحل دلوقتي ونخش في المسابقه على طول. بدي ارحب بالمشتركين، برحب بالحضور. متسابقين اليوم ما بياكلوا فتوش، ما بياكلوا لبنه، ما بياكلوا التبوله اللي بتجنن هي، بتعرفها اي قطعه صغيره حبيبي. خش في المسابقه على طول. قوة احتمال لو سمحت. مع مسابقة قوة الاحتمال اليوم مع أول متسابق ذكري. احسنت احسنت سيد ذكري. سيد بهجت مثل ما عم تشوف هون ذكري استخدم اسلوب الحي في النيش. لا 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 ما تقوليش اه هي دي ايه ده إيه اسلوب هيك بيسووه، هيك اسلوب كتير 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 معروف، مدارس اليابان مدارس كوريا. هذا الاسلوب ببلش من نيش من تحت، هو فن سريالي كتير 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 صعب. مشان هيك يا ذكري رح اعطيك 9 من 10. 9 من 10 ذكري الشمعداني. وزي ما ذكري الشمعداني ابهرنا، يا ترى ويليام الشمعداني مجهز لنا ايه؟ ده اللي هنعرفه. اكل ايه؟ طبق ما ينفعش. إيه كاتشب، حط كاتشب عليه. حط كاتشب؟ حاجه تسهل البلع وتدي طعم. طب يا ويليام اهو عملها، عملها ويليام الشمعداني، عملها اهو. بنسقف له وبنحييه. ابو عضل السوري، لك يخرب بيتك شو حبيتك، لك يلعن. ايه ايه رايك؟ عفوا سيد ويليام، انت بلشت مثل ما انتم بتقولوا المصاروي، اتجودت عليها او عليت عليها. طلع عنيش من فوق، وهو ارتقاء بالاسلوب. هذا الارتقاء بتستحق عليه 9 من 10. 9 من 10 ويليام الشمعداني، 9 من 10. الجولة الثانية هي الجولة الأصعب، واللي هنشوف يا ترى ذكري الشمعداني محضر لنا إيه؟ ده اللي هنشوف. بنحيي ذكري الشمعداني، عملها. ابو عضل السوري، اسلوب الجيلي فيش، تعرف اسلوب الجيلي فيش؟ عاشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. اسلوب الجيلي فيش كتير 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 اسلوب مميز، هو خلص من نيش دخل في الزباله، انتوا بتقولوا دخل جاب قنينه مي اكلها. هذا يعني بيسموه السهل الممتنع في الخوارق. تديله كم من 10؟ هذا بياخد 9 من 10. 9 من 10 ذكري الشمعداني، 9 من 10. يا ترى بعد ما ذكري الشمعداني اكل ازاز، ويليام الشمعداني مجهز لنا ايه؟ ده اللي هنشوفه. ايه؟ كل الريموت. الريموت انا هاكل ريموت. هياكل ريموت. ازاي؟ ليش تحط مايونيز سهل البلع والزراير؟ وبيقطم الريموت، لا همه زراير ولا بطاريات. ويليام الشمعداني يستحق كام؟ استاذ بهجت، جرأة كتير حلوة، مدرسة عبد العزيز تبع الإلكترونيات. أكل ريموت تلفزيون كم بوصة يا ويليام؟ 50 بوصة. 50 بوصة، وهذا شيء بيسموه إعجاز. أوكي، 9 من 10. 9 من 10 ويليام الشمعداني. ودلوقتي مع الجولة الثالثة، ويا ترى إيه اللي مجهزه لنا ذكري الشمعداني؟ تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اكل ريموت. انا هاكل LCD. بناخد رأي لجنة التحكيم. فتحة برجل 180 اسلوب سامي علوبة في الأداء. أيوه. LCD 3 مداخل HD مع AUX. أعتقد سيد ذكري حسم، يعني إذا ما علّى عليه أو جود عليه ويليام راح ياخد البطولة. أنا بعطيك 9 من 10. 9 من 10 ذكري الشمعداني. ويا ترى ويليام الشمعداني محضر إيه؟ ده اللي هنشوفه. إيه؟ ده أكل تلفزيون، أكل دراعي؟ لا اتقل، انا محضر كل حاجه. سرور هاكل سرور؟ الموتوسيكل. لا ده انا اكل سرور اهون. الموتوسيكل اسمع بس، حط كاتشب مايونيز سهل. عاش. لا 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 استاذ بهجت، اذا بده ياكل هالدراجه هلا بدي ربحه. اذا كان الموتوسيكل يبقى كده ربحان. مدرسه موتوسيكلات الجوا باب الحلاوه هي مو معقوله، ما حدا وصل لها. يكسب هلا، اذا بدك تاكله يا ويليام رح تربح هلا. لو اكلت الموتوسيكل اكسب هلا. تسقيفه يا جماعه كبيره. ويليام الشمعداني هيعملها ولا ايه؟ اغضب يا ويليام. ابدا بالجدول، بالمراية أخف. ابدأ بالمراية أخف، واحدة واحدة. إيه القرف؟ اغضب يا ويليام. عملها عملها. الله أكبر يا شيخ، ربح. هو في كده، هو في كده. خلاص خلصت، ربحان يا معلم، ربحان، ربح يا ويليام. عملها. هو في كده يا أخي، في كده. تفتكر هكسب يا باكت؟ تكسب؟ إما خليتك تاخد لقب حقير الشعراء، ما أبقاش أنا. وهفتح عيادة وهديك شهادة توصف عمايلي فيك على سطح الواد حماده. انا عايز اقوله ان المصفف الشاطر يقدر يستفز بشره اللي قدامه ويطلع الشعر من اي حته. احسن. اتنين هوب، واحد اتنين تلاته. عاش. واحد اتنين تلاته هوب، واحد. تعبت معلش، مش قادر يا بخت. ريح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، الذكاء والغباء والخناق والاتفاق، الشراسة والوداع والطنش والالتزام. ريح المدام، ريح المدام واسمعي الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام. دي الحكومة والجماعة موت بيقلب كل ساعة، والخناق والاتفاق، الشراسة والوداع والطنش والالتزام. ريح المدام. هي نظرتها اللي صاخبة والأداء، هي تحكي في كل حاجة وانت لما تحكينا هي مية مية فل ست الكل والأحق. ريح المدام واسمع الكلام وامضي مع نفسك يا قط معاهدة السلام.